السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم جميعا، يوم جديد وحلقة جديدة ووصفة جديدة تعجبكم جدا إن شاء الله من مطبخ هالة. أولا بشكركم من كل قلبي على كل الكلام الحلو اللي كتبتوه امبارح والتفاعل الواو اللي بجد كسر الدنيا على قنبلة المحشي بالفراخ اللي عملناها امبارح في الفرن. ألف ألف شكر على كل كلمة حلوة كتبتوها سواء على صفحة قناة النهار أو على صفحتي الشخصية، بشكركم عليها وكل كلمة فوق دماغي. النهاردة بقى عايزين نعمل شوية بلوبيف في البيت، هنعمله بنظافة وعارفة أنا حاطة فيه إيه وظبطاه إزاي على إيديا ومقاديرنا. النهاردة هتطلع لك بلوبيف تنافسي بالمصانع، ريحة وطعم وقوام إن شاء الله مفيش بعد كده، مليون في المية ناجح وانتي مغمضة. حبايبنا الموظفات اللي بياخدوا مننا الوصفات الحلوة ويعملوا بيها مشاريع وبيكلموني على طول ويقولوا لي عجبت زمايلي وعملت بيها مشروع حلو قوي زي حاجات كتير عملناها، تقدري تضمي لمجموعة المصنعات بتاعة المشروع البيتي بتاعك، تقدري تضمي كمان البلوبيف، مش هيصدقوا جماله وحلاوته ان ده معمول في البيت. حتى شايفين اللون، اللون المظبوط جدا، مش اللون الاحمر قوي ولا اللون الفاتح، التماسك كمان حلو جدا جدا، بمكون بسيط جدا وصحي بحمص الشام المسلوق او اي بقوليات. قبل كده عملته بالفاصوليا البيضة المسلوقة، على شرط اي بقوليات لازم اسلقها كويس قوي لدرجة ان هي تبقى مهرية معايا، بدل ما احط فيها فول صويا وابقى برضو كده ما عملتش حاجة صحية مليون في المية. فاحنا هنشتغل البقوليات حلوة جدا بتدي تماسك، وعلى قد التماسك بتدي نعومية جدا في القوام، وده اللي هنشتغل عليه النهاردة. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين نشوف التحضير. المقادير بتاعتنا كمان سميناها الاقتصادي لان احنا هنعمله باللحمه المفرومه، تقدري تعمليه بقطع اللحمه مفيش اي مشكله خالص. النهارده احنا شغالين باللحمه المفرومه، عندي كيلو لحمه مفرومه هزود عليها قطعه ليه وقطعه دهن، تمام كده، بنجرايه مبشوره عشان هاخد منها اللون الطبيعي، كوبايه حمص مسلوق وزي ما قلت لك مسلوق لدرجه يكون مهري، وممكن استغنى عنه مثلا بفاصوليا بيضة هتدي نفس النتيجه، ممكن احط برغل، ممكن احط فريك، بس الحمص والفاصوليا البيضة بيدوا تماسك مع قوام ناعم وما بيبانوش لا طعم ولا لون ولا اي حاجه خالص. بعد كده مجموعه التوابل اللي هتديني الريحه والطعم المميز جدا جدا للبلوبيف، عباره عن ملح، فلفل، بابريكا، وكمان عندنا توم باودر، بصل باودر، حبهان مطحون، ومعلقة صغيرة من التوم. نقول كمان المقادير على بعضها، كيلو لحمة مفرومة، قطعة دهن، قطعة لية لو ما عنديش غير حاجة واحدة منهم مفيش مشكلة، بنجراية مبشورة، كوباية حمص الشام مسلوق، ملح وفلفل اسود، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، وحبهان مطحون، ومعلقة صغيرة توم. بس كده دي المقادير بتاعتنا. انا حاطه الطاسه على النار سخنت قوي. بعد كده ان شاء الله الخطوات سهله جدا، بعد ما تخلصي خالص تسيبيه بره يبرد وبعدين تدخليه التلاجة ساعه وتقلبيه على طول يكون تماسك وزي الفل. بس يعني حتى مش حاجه هقولك مثلا اعمليها قبليها بيوم ولا كده، لا لا مش تاخد منك وقت خالص. اول حاجه هعملها بسم الله، هاخد حوالي نص كوبايه ميه سخنه، بكرر تاني سخنه كده، وهاخدها على النار وهحط فيها اللحمه المفرومه نسلقها. بصوا الميه بتغلي كده، هروح نازله على طول باللحمه المفرومه تتسلق معاها، وهنزل زي ما قلت لكم بحته ليه، ده الاساس بقى، يعني ده اساس التطعيمه بتاعت البلوبيف النهارده، ليا ودهن، وزي ما قلت لك لو عندك ليا بس مش مفيش اي مشكله خالص، حته ليا ودهن بالشكل ده، وكمان الدهون اللي هتنزل منهم في الميه هي دي هتبقى عنصر التماسك من غير جيلاتين ومن غير اي حاجه صناعيه بالشكل ده يا جماعه، شايفين ازاي؟ نزود بقى ايه سنه ميه كمان، يعني هنقول حوالي كوبايه الا ربع، ما تزوديش عن كده. الميه دي كمان ليها غرض، يعني انا هصفيها دلوقتي عشان انا عايزاها في غرض مهم جدا. هنزود كده شويه ميه كمان، والميه تاني تكون سخنه، وبعدين هزود فلفل اسود، وزودي الفلفل الاسود شويه، الملح بقى اللي هنقلله، يعني الملح في البلوبيف ما بيبقاش
كتير، لان كده كده البلوبيف بيدخل في اكلات كتير بنحدقها، فهنا مش هحط غير مثلا ايه نص معلقه صغيره. لكن الفلفل الاسود انا دلوقتي حطيت معلقه صغيره كامله، وهقلب كده بسم الله تبارك الله عليه زي العسل. وهنا كمان هحط رشه حبهان بس، واسيبها تاخد غلوتين. رشه حبهان تدي ريحه حلوه كده. انا لسه هكمل تتبيل تاني من غير ملح، يعني كل اللي حطيناه الحبهان والفلفل الاسود لسه هنزود تاني، لكن الملح لا كده شكرا ليه خلاص. وهسيبها تاخد غلوه مع الليه ومع الدهن، تعيش بقى مع نفسها خالص خالص كده. وناخد الحمص نسلقه سلقه حلوه قوي قوي، او زي ما قلت لكم الفاصوليا البيضه، لغايه ما يتهري كويس قوي، وبعدين اروح اطحنه هو لوحده الاول، الحمص الاول. حاضر كرام، صباح الفل. صباح الفل وصباح صباح الجمال وصباح الحلويات، احلى صباح على عيونك يا حبيبتي، ربنا يخليكي، انت اللي احلى صباح على عيونك يا حبيبتي. تسلميلي يا حبيبتي، تسلميلي وتسلم ايديك يا شيف هالة على فكره البلوبيف جميل، كل حاجه بتعمليها والله العظيم يا شيف هالة جميل، ربنا يخليكي. يلا اعمليه اعمليه بقى، وهيبقى احلى واحلى من ايديكي باذن الله. تسلميلي يا حبيبتي. معلش يا شيف هالة لو سمحتي، بالنسبه للرز المعمر انا مش عايزه الكيلو، انا عايزاه يعني اقل من الكيلو، يعني نص الكيلو. تمام، يا ريت حضرتك تجاوبيني عليه لان انا نفسي اعمله، فالكيلو كتير يعني. بصي النص كيلو يعني مقام ايه، 3 كوبايات رز مثلا؟ عايزه تعملي 3 كوبايات رز بالظبط؟ طيب 3 كوبايات رز هيبقى عليهم 3 كوبايات لبن وكوبايه ميه بس. وانت مغمضه، اهم حاجه الطاجن او الصينيه اللي هعمل فيها كميه الرز دي ما توصلش للنص، يعني النص او اقل. فانت بقى شوفي الثلاث كوبايات رز دول يتحطوا في ايه عندك بحيث ان هم يكونوا نصها او اقل بس. تسلميلي، فهمتيني؟ وصلتك المعلومه؟ طبعا ماشي. اكيد. ماشي يا حبيبتي، تحت امرك. بصوا على طول اللحمه وهي بتتسلق ابتدى على طول لونها يغير ازاي، وريحتها بقى ابتدت تبقى يعني ريحتها حلوه برشه الحبهان اللي حطيناها مع الفلفل الاسود. طبعا الفلفل الاسود ده روح اللحمه المفرومه، في تعصيب في اي حاجه بتعملي فيها لحمه مفرومه ادي فلفل اسود، ده بمعنى الكلمه روحها. تعالوا بقى دلوقتي نطحن حمص الشام لوحده الاول. بسم الله نطحن كده في ايه. انا ما عملتش. اوكي ندي تقليبة ونرجع نطحن تاني، عايزينه ايه نوعا ما ناعم. بسم الله. وكل ده واللحمة المفرومة على النار. يلا نقلب كده، ننزل كل الخشن ده كده بالشكل ده وندي تاني. يلا بينا. بسم الله. بس يا ستي هو لسه كمان هياخد طحنه مع اللحمه، يعني انا دلوقتي بديله هو تنعيمه قبل ما اشتغل في اللحمه، قبل ما اديله تاني مع اللحمه المفرومه بدي لكل واحد الاول طحنه كده لوحده، وبعد كده احطهم على بعض بقى ونديهم طحنه حلوه سوا ان شاء الله يتجانسوا بقى مع بعض. تعالوا بقى كده، ادي الحمص بالشكل ده قد ايه بيديكي قوام حلو جدا جدا للبلوبيف. اي بقوليات يا جماعه، انا عايزه اقول لك كمان انت ممكن تعمليه بايه، بالعدس بجبه، اسلقي العدس بجبه برده وحطيه معاه، هيدي تماسك وهيدي قوام ناعم جدا جدا. بصوا كده الطحنه دي بتاعت الحمص. طيب وبعدين تعالوا نشوف اخبار اللحمه ايه. بسم الله اللحمه اهي خلاص مع الدهون اللي حطيناها فيها، قطعه ليا وقطعه دهن، ممكن اكتفي بالليا بس، وحطينا فلفل اسود وملح ورشه حبهان بالشكل الجميل ده. خلاص كده هي استوت. وكمان ميزه البلوبيف ده ان اللحمه مستويه، يعني عارفه انت بتضربي كذا عصفور بحجر واحد في الوصفه دي. نجيب بقى دلوقتي مصفه كبيره وتحتيها بوله كده، نطفي النار وتعالي نصفي اللحمه. بسم الله كده اهو،
شايفين ازاي؟ هكذا نزلي كل 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 العصاره بتاعتها دي، العصاره دي كلها بعد كده هتبقى اساسي في تماسك البلوبيف بتاعنا بالشكل ده. وبعدين مش ههزها قوي، انا مش عايزاه تنزل لي كل الشوربه بتاعتها او العصاره بتاعتها، انا عايزاها جوسي جوسي شويه، يعني عايزاها طريه كده علشان تاخد وتدي معايا في المفرمه. نجيب بقى معلقه حلوه، معلقه معلقه معلقه، فين المعلقه يا اولاد بتاعتي يلا تتدربوا اهي، واجي بقى هنا واروح واخداها في الكبه بالشكل ده. بصوا ازاي وهي سخنه، اهم حاجه وهي سخنه عشان تنعم معاكي بسهوله ان شاء الله. كده الريحه طالعه جميله ما شاء الله عليها. هنا بقى لو انت ايه مش عايزاه، يعني مش عايزاه يبقى دسم شويه، انت ممكن تشيلي جزء كبير من الليه والدهن، لكن احنا في الاول خالص لينا غرض ان احنا نحطهم يتسلقوا مع اللحمه، عشان العصاره اللي انا صفيتها دي دلوقتي هي دي الاساسي بتاعتي، هي دي اللي هتعمل لي التماسك دلوقتي. بصوا نشيل بس كام حته ليه كده وناخد الباقي كله اهو. يا شيف ياسر. شيف ياسر اهلا وسهلا. مع حضرتك صباح الفل. صباح الخير، ازيك يا شيف ياسر عامل ايه؟ الحمد لله الله يسعدك. الحمد لله، فرحت جدا ان انا شفتك امبارح بجد. وانا اقسم بالله شيف يا رب يخليك، واشكرك على الهديه الجميله دي، الف شكر. والله العظيم انت فاهم بتستني مني ليه يا الله. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك يا رب ويوفقك. ربنا يكرمك يا رب، الف شكر لذوقك والله اشكرك. كده خلاص حطيت اللحمه في المفرمه مكان الحمص كده على طول. حلو الكلام، حلو الكلام. تعالوا هنركن بقى دلوقتي الشوربه اللي نزلت دي بالبهاريز بتاعتها، البهاريز دي مهمه جدا، هي دي اداه التماسك بتاعه البلوبيف. تعالوا الاول نطحن اللحمه المفرومه. بسم الله نديها كده طحنه كده حلوه. بسم الله الاخبار، في شويه كده مركونين مش عايزينهم يضحكوا علينا كده، ونرجع ندي طحنه كمان. انا لسه ما حطيتش الثوم يا جماعه، الثوم بعد ما اطحن خالص هروح حاطه الثوم ومديه ضربه خفيفه بس عشان تفضل ريحته موجوده زي ما هو. يلا بينا. بسم الله كده تمام التمام وزي الفل. اهم حاجه بقولها لكم تاني، انا بضرب اللحمه بالليه وهي سخنه وانا لسه منزلها على النار، من على النار. لو تلاحظوا ما شاء الله الليه خلاص اتضربت، الريحه طالعه ما شاء الله عليها يعني زي العسل. هاخد بقى زي ما قلت لكم حوالي فص واحد بس توم، مش اكتر من كده يا سمر عشان ما تبقاش ريحه التوم باينه في البلوبيف. فص واحد مفروم على كيلو اللحمه المفرومه بيدي نتيجه حلوه جدا كده. وبعد كده تعالوا بقى نروح حاطين التوابل بتاعتنا كلها، مش معلقه صغيره، ادي الثوم البودر والبصل البودر مع بعض كده. تشكيله البهارات دي رائعه، البابريكا بحط معلقه كبيره عشان برضو تساعد معايا شويه في اللون، وهنحط حبهان. الحبهان مع البصل البودر والثوم البودر بيدي نتيجه حلوه جدا. وزي ما اتفقنا هنزود تاني فلفل اسود بس مش هنحط ملح، ادي فلفل اسود بس يا ستي. وتعالوا بقى ايه ندي ضربه، ضربه خفيفه مش هنزود. يلا بينا. ريحة البلوبيف طلعت يا جدعان، ظهرت الرؤية، البلوبيف ظهر معايا. بس طبعا لونه لا، مش ده لون البلوبيف، هو بيبقى روزيه شوية، يعني ندي كده على أحمر خفيف قوي،
ده بقى اللي هنعمله مع البنجر والشوربه اللي نزلت منها، بس لما ندي الطحنه الحلوه. يلا بينا. بسم الله. شكرا جزيلا. وخلاويص خلصت الشغلانه، هنعمل ايه بقى؟ قولولي دلوقتي. هنعمل كده، الشوربه اهي اللي نزلت من اللحمه المفرومه، هروح نازله بالبنجر. انا بشرب هنا بنجرتين عشان اخد لون حلو ولون اتقل، لان البنجر دلوقتي اكتشفت ان لسه قلبه مبيض شويه، فما بيديش اللون الاحمر الكاتم بتاع البنجر بقى في الموسم بتاعه في عزه. بصوا كده، دوت البنجر بقلبه في الشوربه اللي نزلت من اللحمه المفرومه. ايه ده بقى يا ستي، انت هتعملي ايه دلوقتي؟ صبرا صبرا صبرا. بس كده نشيل دي كده، خلاص كل حاجه جهزت معايا، ناقص التقفيل. التقفيل بقى اللي هو ايه بقى يا ست سمر؟ ايه؟ حاضر هقولك. كده بصوا، نروح نازلين بالحمص. لا قولي لي تاني، قولي لي تاني. بصوا يا جماعه، جالي سؤال دلوقتي من الكنترول، بقى قاعدين مركزين معايا في الوصفه، برافو عليكم، ومتابعين، بيسالوني ليه البنجر اتحط مكان اللحمه؟ عشان انا هاخد دلوقتي من الشوربه دي ازود بيها الطراوه بتاعه اللحمه عشان الحمص ما يشدهاش قوي، يبقى البلوبيف ناشف. طب ما انا هستغل الشوربه السخنه دي احط فيها البنجر، تبقى الشوربه محمره عشان تديني لون البلوبيف الجاهز بتاع المصانع، وابقى استفدت من فايده البنجر كمان بدل ما احط لون غذائي صناعي. فهمتوني؟ وصلت؟ والنبي ما وصلت. حساكوا كده بتقولوا ها؟ يعني لا بجد، اللي فهم وصلته المعلومه يقول لي وصلت المعلومة ولا ما وصلتش. نقلب بقى كده. ماشي ماشي. بصوا بقى كده، بقلب الحمص مع اللحمة المفرومة المتبلة. ما تنسوش اللي هي اللي عليها مدية ريحة في منتهى الجمال. هعمل كده. قولولي مين معانا. يا أم آدم أهلا وسهلا. يا أم آدم، أم آدم انت فين يا ام ادم؟ الو، اهلا وسهلا. يا صباح الفل. يا صباح العسل. ازيك يا ام ادم؟ انا حبيت اسمع صوتك وانا رايحه الشغل والله. يا حبيبه قلبي، يوم سعيد يا رب وبالتوفيق يا حبيبه قلبي. يا رب. يا شفالة وحشاني والله. ربنا يحفظك وترجعي لبيتك بقلبك. معلش بعد عنك شويه الايام دي، معلش. حبيبه قلبي، ولا يهمك يا قلبي والله. حبيبتي يا شفالة، نهارك ابيض. نهارك زي العسل يا حبيبه قلبي، نهارك زي العسل يا حبيبتي، مع الف سلامه. خدتوا بالكم انا عملت ايه؟ خدت من الشوربه اللي كانت واخده البهاريز كلها بتاعه اللحمه اللي حطيت فيها البنجر وبقى لونها احمر، خدت منها بطعم اللحمه بتاعتنا، بطعم البلوبيف، ما بقتش لحمه بقى، بقت بلوبيف. وكده اقدر اتحكم في اللون، بمعنى انا حاسه ان اللون لا مش هو اللون الروز الحلو بتاع البلوبيف، نزود شويه بشويه. كده برده بروح حاطه المصفى كده، شايفين ازاي؟ يا ترى يا جماعه في الكنترول فهمتوا ولا لسه ما خدتوش بالكم؟ كده اهو، واقلب تاني لغايه ما اوصل للدرجه الحلوه المطلوبه. ناس كتير بقى دلوقتي اللي ممكن تستعمل لون غذائي، عادي تستغنى عن حركه البنجر دي وتحط لون غذائي برده في الشوربه اللي نزلت من اللحمه. الشوربه اللي نزلت من اللحمه دي يا جماعه دي اساسي معانا، عشان البهاريز اللي فيها هي اللي هتعمل تماسك وهتدي طعم وهتدي ريحه حلوه قوي قوي للبلوبيف. بصوا ازاي، لسه شويه لسه عايزاه يحمر سيك بس. تاني اهو، وزي ما قلت لكم لو البنجر في الموسم بتاعه كان زمان الميه دي حمرا حمار السنين كده. وما تقلقيش ان اللحمه تبقى طريه اول ما تتحط في الثلاجه، كل ده هيتماسك. بس هيتماسك ايه بقى؟ هيتماسك طري. بصوا خلاص، هي كده خدت اللون المحترم بتاع البلوبيف بالظبط. عايزه تزودي لون، عايزه تقللي، وعايزه اقول لكم والله الريحه وانا بقلبها عسل اهي. شايفين ازاي؟ بصوا لون البلوبيف، ايه رايك بقى يا سمر؟ وكمان القوام بتاعه، عارفين قوام البلوبيف اهو، نفس القوام بالظبط. تعالوا بقى نشوف، ممكن هنا دلوقتي تطحنيها تاني
وممكن شكرا على كده. احنا عندنا وقت قد ايه يا سمر؟ قولي لي قولي لي قولي لي عندنا وقت قد ايه علشان نشوف عندنا وقت نطحنها تاني ولا نشتغل على كده. لو عندك وقت تطحنيها تاني بعد الحركه دي هيكون افضل. ها قولي لي، مش على ما تقوليها كنت طحنتها. تعالوا نضحك عليها. صح صح يا مي، على ما ترد عليا اكون انا خلصت اصلا. فين فين فين؟ ما ترديش دلوقتي يا سمر. ها بسم الله تبارك الله عليها زي العسل. تعالوا ننعمها بسرعه بسرعه، نضحك على مخرجتنا وهي مش واخده بالها. اعملي مش واخده بالك يا سمر. لا لا يا حبيبي، مين ده؟ حالا مين؟ خلاص انا حطيتها في الكبه، الموضوع انتهى، الموضوع فلت من ايديا على طول. حبيبتي والله، عشان خاطر حبايبنا بس يشوفوا الحاجه على اصولها وخلاص كده. بصوا اوام 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 اوام، فين الغطا؟ والله الغطا قدامي، لخبطتيني. يلا ضربه كده تعديه. بسم الله. بس يا ست الكل، وضحكنا على مخرجتنا وضحكنا عليها وعملنا اللي احنا عايزينه. يلا يا ستي، شفتوا الجمال بقى؟ شفتوا الحلاوه دي؟ ادي البلوبيف بتاعنا، وانت بتعمليها تشمي الريحه عسل، واحنا بنعمله الصبح كل اللي داخل ايه ريحه البلوبيف الجميله دي. بصوا لون وملمس، وبعد كده يتماسك في الثلاجه كل بقى الدهون اللي كانت بتاعه الليه وبتاعه قطعه الدهن، على طول بتخليه يتماسك. اول ما يقعد في الثلاجه اقل من ساعه بيكون تماسك. بعد كده تجيبي اي علب اي شكل عندك، اي بولات، ايتها حاجه بتحبي شكلها، تروحي جايباها كده مديها مسحه زيت خفيفه جدا جدا، وبعدين تروحي واخده من البلوبيف وحطاها كده ما شاء الله عليها بالشكل ده، واضغطي ضغطه حلوه ما تخليش يبقى فيه في القوام بتاعها اي فراغات هواء كده، على قد ما تقدري عشان تكون متماسكه جدا. واعملي احلى مشروع بلوبيف في البيت، وما تنسوش تدعولي باذن الله. دعوه حلوه بقى كده، وجبه فطار ماشي، عشاء حلو ماشي، صينيه بلوبيف ماشي، حله بلوبيف بالطماطم والبصل، صينيه بالبيت كده. ادي يا جماعه بصوا البلوبيف بتاعنا اهو يا فندم، هتدخل الثلاجه زي ما قلت لك، تدخل الثلاجه ساعه وتطلعيها تقلبيها، هتديكي احلى نتيجه باذن الله. زي ما انتم شايفين اللون الحلو، لون طبيعي جدا مليون في الميه، ما حطيناش فيها اي حاجه صناعيه ولا ماده حافظه ولا لون صناعي ولا مكسبات طعم ولا مكسبات اي حاجه في الدنيا، كله طبيعي في طبيعي، تطلع لك زي العسل باذن الله. دلوقتي بقى خلصنا الوصفة الحلوة بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم. اطلعوا فاصل وارجعوا لي نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناة تتغير. اهلا بيكم بعد الفاصل. عملنا ايه في الفاصل الاولاني؟ لو حد لسه فاتح التلفزيون دلوقتي ولو اني هزعل منه جدا جدا، عملنا البلوبيف في البيت اقتصادي باللحمه المفرومه، ولا مواد صناعيه ولا مواد حافظه ولا لون حتى غذائي ولا الكلام ده كله، كله طبيعي 100%، قوام ولون وريحه وطعم ان شاء الله تعجبكم جدا باذن الله.
دلوقتي بقى وصلنا للفقرة الطبية برعاية فيتارم جلوبال، ومنوراني حبيبتي وصديقتي دكتور صفا فتحي، دكتورة صيدلانية وأخصائية التغذية الإكلينيكية. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا شيف، عاملة ايه؟ الحمد لله، أخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين، أنت اللي عاملة ايه؟ فكرة جميلة جدا طبعا. إن احنا المصنعات نعملها في البيت، اه طبعا. سيبك من أوفر، هي أهم من أوفر، هي أنظف. أنظف ومكوناتها والأم بتحبها، وأنا ابني مثلا بيحب اللانشون والحاجات دي، لو انا فكرت ان انا اعمله ده اكيد طبعا هيبقى احسن بكتير لصحته. اكيد. وانتي عاملاه ما شاء الله عليكي، كل اللي في حواليا اللي ضاقوا وعمالين يقولوا ما شاء الله. ربنا يخليكي والف هنا وشفاء لكل حبايبنا هنا يا رب. النهارده عرفت ان احنا عندنا عرض جبار. ايه رايك اخبار الجو ايه؟ ساقعه خلاص، دخلنا مش حاسه ان احنا عمالين بالليل الدنيا ملخبطه معانا، مش عارفين نقفل المروحه ولا نفتحها. بالظبط. النهارده جايين باقوى كورس في مصر في الحرق. عشان موضوع المروحه معاك والتكييفات دي ما تاثرش معاك. احنا في الشتاء عامه انا نفسي افهم الناس ان انت بتحرق اكتر بكتير من الصيف. كلمه سعر حراري يعني ايه؟ سعر حراري هي مقدار الطاقه، كميه الطاقه اللي الجسم بيحتاجها لرفع درجه حراره الميه واحد درجه مئويه. اذا الحرق معناه ان انا ابقى دافي. انت جسمك دلوقتي علشان تعيش في الجو اللي انا فيه ده لازم يكون درجه حرارتك 37. ازاي بقى وانت درجه حواليك ماينس صفر والسقعه اللي احنا فيها؟ والسقعه دي نعمل ايه بقى؟ اذا ان الحرق في الشتاء بيكون اعلى. او ان انت تعرف تخس في الشتاء اكتر. بس نقلل هرمونات التخزين، يعني المفروض ان عليا ان انا اعمل ايه؟ ان انا اقلل هرمون التخزين، او ان انا ما اخليش الجسم يكمش كده ويقعد في السقعه بتاعته وينطلق لايه؟ للحرق، لان الشتاء عندي الحرق فيه أعلى بكتير. النهاردة الكورس بتاعي أقوى كورس في مصر في الحرق. الحرق نمرة واحد. إحنا النهاردة هنعتمد، إحنا في شتاء كل الناس بتشرب شاي، كل الناس بتشرب حاجة دافية، صح كده؟ كل شوية نسكافيه، كل شوية حاجة. أيوة صحيح. يدفوكي والدنيا ساقعة. كل دي سكر. كل بالزبط. ده سكر داخل الجسم. بدل ما تعملوا كل ده، الكبسولة هتخليك دافي وهتحرق وهتبقى عطشان تشرب مية. الكبسولة السحرية الجبارة اللي مش موجودة غير في الكورس اللي أنا بتكلم عليه النهاردة. العرض النهاردة يا دكتور يا شيف عندنا حاجتين، كبسولات وأعشاب ونقط، عليها كبسولات وأعشاب ونقط، يا إما هتاخدها برضو تعلية حرق كده، أو الكورس الثاني التثبيت وكسر ثبات الوزن. يعني احنا عندنا النهاردة كورس عليه كورس هدية، ولكن الكورس الهدية ده مش كورس عادي. ده كورس الشتاء. الكورس الهدية احنا عاملينه النهاردة كبسولة الحرق المضاعفة علشان نقاوم بيها السقعه. حلو جدا. احنا دايما كل الناس عارفين يعني ايه تخن الشتاء، فمش هينفع نسيبه كده ويفلت من ايدينا. النهارده كورس عليه كورس هديه، الكورس الهديه اقوى كورس فيه معدلات الحرق. او لو انت بتثبتي معايا برضو مقدم لك كبسوله السحر الماجيك. احنا دايما عندنا النهارده يعني ده وده موجودين، اللي هو الحرق وتثبيت وكسر ثبات الوزن. حلو قوي. يبقى النهارده الكورس عليه كورس هديه. تمام. دي اهم حاجه، ده العالي جدا في الحرق علشان نلحق نفسنا في اول الشتاء. بالظبط. عشان الصدمه بتاعت لما الشتاء يخلص ونيجي ندخل في الصيف. بالظبط. اللي عملناه في الشتاء كله بيطلع بقى على عينينا في اول الصيف، فاحنا من اول ما الشتاء هو لسه البشاير بتاعته ايه، لا نلحق نفسنا. النهارده العرض بتاعنا كورس كامل، عليه كمان كورس كامل هديه، وزي ما احنا دايما متعودين الشحن مجانا والمتابعه كمان مجانيه. انا عايزه اقول لكل الناس اللي عندها في الشتاء مشاكل في الحرق واضطرارهم الكبير ان هم يشربوا سحلب، وشوفي بقى المشروبات اللي احنا بنقول شوكليت بقى، الهوت شوكليت بقى بتاع البنات معروف جدا. هل يا ترى انا هعرف امنعك منه؟ لا مش همنعك منه، حتى ده بالذات هيخليكي مودك حلو انك عارفه تعيش الشتاء باجواءه. صحيح. مالين ماما بتعمل حاجه دافيه فوق في المطبخ وانت بتاكلوا مع بعض وجسمك ما بيخنش. انت بتخسي، انت بتاخدي معاهم من وراهم قدامهم كورس من غير ما الناس كلها تعرف. بيخليكي ما شاء الله عليكي، ايه ده ما شاء الله فت وما بتتخنيش في الشتاء. ايه اللي بتعمليه؟ فيتارم جلوبال. كورس عليك كورس هديه، الكورس اللي احنا جايين نجيبه لك دوت كورس التثبيت او كورس تكمله الحرق. يعني يا اما هتبقى 15 15 30 كيلو، يا اما انت لو وصلتي للتارجت بتاعك في اول 15 كيلو لو انت يعني حلوه ووصلتي للتارجت بتاعك، التاني ماجيك. الماجيك دي ما كنتش بنزلها كتير، غاليه جدا، بتثبت وبتمنع اكتساب الوزن. الماجيك دي اللي هي التثبيت، يعني مثلا التثبيت. انا نزلت 15 كيلو وخلاص انا مش عايزه انزل تاني. تمام. اروح بقى واخده الماجيك اللي هي الهديه على الكورس. على الكورس. هديه يا جماعه عشان ما تفهموش ان هتضطروا تتصلوا وتاخدوا حاجه تاني، لا النهارده عندنا الكورس عليه
كرسي هديه. طيب مدام نور على التليفون ناخدها. مدام نور اهلا وسهلا. هلا صباح الفل عليك. صباح الخير، ازيك يا مدام نوره؟ الحمد لله والله تمام، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير والله الحمد لله. طيب هننزل صورتك دلوقتي، ورينا بقى الجمال. بصبح على دكتور. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا مدام نور؟ عليكي ما شاء الله. عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ عاملين ايه؟ ما شاء الله عليكي، ايه اللي انا شايفاه ده؟ الفرق واضح جدا ما شاء الله تبارك الله. الشكر كله ليكي يا دكتوره والله. ربنا يخليكي. ايه لا ده انت شطوره جدا ما شاء الله عليكي، متشكرين للمشاركه الحلوه دي. حلوه ما شاء الله يعني. يا حبيبه قلبي الله يخليكي. انت كنت كام؟ انا كنت 110. واو ما شاء الله. ودلوقتي يا نوره؟ دلوقتي حاليا 59. ما شاء الله. ايه ده فراشه يعني؟ يا خبر ابيض ده، بصي بقيتي حد تاني خالص. ما شاء الله والله العظيم. بصي يعني انا بشكر شركه فيتارم دي، يعني بشكرهم يعني، بصي غيروا حياتنا بجد يعني. ما شاء الله ما شاء الله. يا صحتك عامله ايه؟ انا وزوجي، زوجي برده كان 100 حاليا بقى 80. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. ايوه ده شهرين كمان. لا بنحييكم بجد ما شاء الله عليكم، يعني تغيير 50 كيلو. 50 كيلو يا مدام نوره، بتعملي ايه دلوقتي؟ بتثبتي؟ ايوه والله بثبت، انا واخده كورس الماجيك بقى. الماجيك تثبت مع دكتور لينا حبيبه قلبي. ايوه تحياتي لها. يعني انا دلوقتي باخد الكورس بتاع التثبيت، يعني بنزل مش بنزل. ما شاء الله ما شاء الله. ما هو برده الجسم اتعود على انه يحرق. انت بتتكلمي 50 كيلو بني ادم تاني طلع من حياه من جسمها. ما شاء الله. كبسولة التثبيت دي سحرية فعلا معاكي يا نورة، هتخلي لك برضو حياتك. تخيلي مفيش تاني ريباوند، مفيش تاني، مش هترجعي تاني ابدا للوزن ده. الشتاء هيمر عليكي بسلام، وهتاكلي كمان مع اولادك ومع جوزك وكل حاجة تبقى حلوة ما شاء الله. يعني هي دلوقتي هتاخد كورس التخسيس وعليه الكورس التاني هدية، بعد ما تخس وتنزل للوزن اللي هي عايزاه تروح بادية في الكورس التاني، خلاص جسمها ثبت على كده، عمرها ما هترجع تتخن تاني ابدا. وكمان احنا عندنا كورس التخسيس الكبسوله بتاعته بنقول ان هي بتقضي على الخلايا الدهنيه الام الاساسيه. ايوه بالظبط، اللي بتكون الدهون. بس خدي بالك يا شيف، في الشتاء حتى الناس اللي عندهم عربيات بيحط حاجه اكسلريتور، يعني حاجه اسمها معدل تسرع، معدل الحرق. يعني ده احنا بنقلد خلقه ربنا. هو ربنا مدينا اعشاب طبيعيه موجوده في العالم كله. انت بتاخديها بتعلي معدلات حرقك، بتدفي لك جسمك، بتخليكي عندك طاقه انك الجو الساعه تتغلبي عليه. كوبايه المج الحلو اللي تمليه مهما تمليه مسكر مش هيبقى فارق ايدك ومش هيهمني. يعني انت دلوقتي مش هتبقي خايفه خالص انك تزيدي. معدلات الحرق، معدلات الحرق، معدلات الحرق دي اهم كلمه او الكلمه السحريه في الشتاء. لازم نعلي معدلات الحرق بتاعنا، ومفيش حد هيعمل كده غير الكورس اللي انا بتكلم عليه ده. كورس سحري جاي بسعر وهمي جدا، 70% خصم، ومتابعه ورانا كوم تيم رهيب. احنا مخططين لكل الناس اللي بتشتري مننا والناس اللي بتتابعنا خطه جباره في ان هي تنزل وزن بسرعه جدا في الشهرين دول. ما هو احنا جايبين قايلين ان اما هتخسي 15 كيلو او 17 كيلو يا اما هتثبتي. ده بالنسبه للهديه، ده غير الكورس الاصلي، يعني كورس عليه كورس هديه. هيوصلك 6 منتجات. اللي هما ايه بقى يا دكتور؟ كبسوله السحريه وكبسوله الحرق. كبسوله الحرق دي مهمه جدا جدا، ممكن تطلب 2 كبسوله حرق و2 اعشاب و2 نقط. حلو قوي. 6 حاجات وسعرهم يعني رمزي. يكاد يكون رمزي بالنسبه للمجهود اللي انت هتشوفيه، بالنسبه للخسسان اللي انت هتمر بيه، وبالنسبه لاسعار الكورسات الثانيه في السوق. احنا دايما بالنسبه لاسعارنا كمان، احنا النهارده عرض حصري. يعني حتى اسعارنا احنا كسرناها. خليناها اقل كمان، يعني اللي بيتصل مره واثنين وثلاثه هيفاجئ بسعر النهارده يعني وهمي. ان النهارده كورس عليه كورس هديه، والناس اللي تتصل والعملاء القدام اللي عايزين يجددوا خسسانهم واللي عنده مشكله يتكلم، والمتابعه موجوده ودكاتره اعلى مستوى. طبعا المتابعه دلوقتي بقت على مدار اليوم كله. يبقى احنا عندنا النهارده العرض بتاعنا الكورس عليه كورس هديه، سواء كورس بكمل بيه كورس التخسيس او لو كورس عايزه اثبت بيه. واتنين هانجل احسن، كنت هنسى. واتنين دي برضو حاجه تتنسي دلوقتي في الموجه الجديده اللي ربنا يستر علينا. هانجل الحجم اكبر شويه من اي مره هديه كنا بنعملها. كمان بنمان. الحجم اكبر. وعايزين نقول ان هي مرخصه مصارد الصحه، و70% النسبه بتاعت الكحول موجود فيها، عشان ده ايد مهم جدا. يعني انا كنت عارفه ان التيم الطبي كده كده حتى لو نسيت اقولها هيقدمها لاي عميل بيتصل. الاثنين هانجل، يعني انت بتجي لك كمان مش 6 منتجات، ده جاي لك كده 8 منتجات. 8 منتجات. يبقى الكورس عليه الكورس هديه، اللي هو اصلا الكورس اللي شعاره ارخص كورس في مصر في فيتارم جلوبال، كمان عليه كورس تاني هديه يكفي شهر كمان، يعني شهرين يا جماعه
زائد كمان عبوتين هانجل، عبوة أكبر من العبوات اللي كانت بتنزل هدية قبل كده، علشان انتوا عارفين دلوقتي احنا بنستعد لا قدر الله تحصل موجة تانية ولا حاجة، فاحنا عندنا عبوتين هانجل مهمين جدا جدا دلوقتي مع العرض بتاعنا، زائد الشحن المجاني والمتابعة كمان مجانية، وعندكم أرقام التليفونات على الشاشة، وهننزل لكم كمان دلوقتي الصفحات على الفيسبوك اللي يخصوا بترم جلوبال. يبقى احنا هنطلب الكورس بتاعنا او العرض بتاع النهاردة عن طريق التليفونات او الصفحات. ادي اول صفحة فيتارم جلوبال بالعربي، الصفحة التانية فيتارم جلوبال بالانجليش اهي، والصفحة التالتة تخسيس ورشاقة. تقدروا عن طريق الرسائل او الكومنتات تطلبوا عرض النهاردة اللي ما يتفوتش، او ارقام التليفونات اللي موجودة قدامكم على الشاشة، اتصلوا على طول دلوقتي. النهاردة عندنا كورس اقتصادي سعره رخيص جدا، مش بس كده، ده كمان عليه كورس تاني هدية، كمان عليهم عبوتين هانجل الحجم الكبير جايين لكم هدية مع العرض، زائد ان كل ده هيجي لكم مجانا لغاية عندكم، مفيش مصاريف شحن، كمان المتابعة مجانية مع فريق طبي على اعلى مستوى. طيب يا دكتور، حضرتك قلتي نقطة مهمة جدا، ان اللي على الكورس الاولاني اللي خست وتمام كده، انا شكرا كده وراجع عن نفسي، هتثبت تاخد الكبسوله الماجيك، الكبسوله السحريه، هي مش كبسوله، انا مسمياها كورس التثبيت ده السحري، لان انت بعديها بتبقي خلاص نحتي جسمك ورسمتي شكل جسمك، انتهى، مش هترجعي تاني لاي مشكله، وهتاكلي براحتك طول الوقت، بيرفع معدلات الحرق للي داخل، ويحافظ على اللي موجود، يحافظ على بشرتك، ومعدل فيه كميه الفيتامينات اللي بتحافظ على مودك وعلى حياتك ولياقتك ونشاطك اثناء ما انت كده اتغيرتي وبقيتي رفيعه. او تكملي بقى تاني، كملي تاني حرق، معدل الحرق، معدل الحرق، معدل الحرق، اديني بقولها مليون مره، دي كلمه السحريه للشتاء. مهما كنت بتحلم، السحر كله في انك ترفع معدلات الحرق. ازاي انا اخس؟ يا اما اقلل اكلي، انت هتقلل اكلك في الشتاء مش هتخس. ما هو الشتاء لازم هحافظ على دوني الفايق مهما حصل، اكل الشتاء كله دسم يا دكتور، علشان يعني تبص حتى الخضار، يعني مثلا ايه الميزه بتاعت الشتاء؟ القلقاس، كله سعرات حراريه. وخدي بالك كلنا مش هنقدر نمسك نواكب درجه الحراره الساقعه دي والميكروبات والاوبئه في ان احنا نقلل اكلنا، لا احنا عايزين ناكل كويس جدا. وانا بقى الناس اللي بتاكل كويس جدا، انا ذات نفسي بحب الاكل، انا بتفرج عليكي بانبهر وعايزه اجرب كل يوم وصفه، وايه المشكله؟ ما هي المشكله؟ المشكله ان انا اسيب اضرار الاكل في جسمي. السكر بيعاكس التئام الجروح، تلاقي مريض السكر لما سكره يزيد تبص تلاقي ايه الجروح قلبت معاه، قرح وكلام وامراض المناعيه، تلاقي اكزيما، وتلاقي قشره في الشعر، وتلاقي دهون البشره. تقول لك البنت من دول بشرتي مليانه حبوب يا دكتور، خسيتي 5 6 كيلو وشك بقى زي الفل، الدهون انتهت. اذا مشاكلي كلها في جسمي، مشاكلي كلها في السكر الزياده. وانا بقول لك حاجه سحريه هتخليكي في منتهى السرعه تجتازي هذه المشاكل، وبسعر ايه بقى؟ مفيش. يعني انا بعاملين رقم قياسي، رقم قياسي في تحطيم الاسعار، رقم قياسي في ان انت الشتاء قدامك اهو وكورساتنا قدامك اهو، ومش هتلاقي مفر من ان انت تخس. هتجرب يعني ايه خسان بسرعه، هتجرب يعني ايه ثبات جسمك منحوت وشكله ثابت. الكورس بتاعنا عليه كورس هديه وعليه 2 جل، محدش يفوت العرض ده، لان الشتاء انا مفيش حد بيبطل اكل في الشتاء. لا، وصلني في اعشاب كمان يا جماعه، يعني الاعشاب اللي موجوده في الكورس دي، انت بالليل كده ما انت كده كده بتعملي حاجه سخنه، يعني هي لو عملت الاعشاب ضربتي عصفورين بحجر. ايوه بالظبط، حتى لو حطيتي عليها معلقه سكر، شوفي درجه التحدي قد ايه، هتخسي كمان. بس انا برضو بقول للناس مع فيتامين جلوبال نتجه للاستيفيا، نتجه للسكر اللي هو البني، يعني على قد ما نقدر نستجه للحاجات الصحيه. يعني ما ننساش ناخد الطعم الحلو زي ما انت معلمانا كده في وجباتك الجميله، طعم الحاجه تبقى حلو وتبقى صحيه بالظبط، وناخد الكورس عشان ننجز الانجاز. الشتاء مش هيدمرنا، الحاجات اللي حوالينا الاوبئه واللي محتاجه فيتامينات بنوفرها لك كلها. اقتصاديا احنا لا مقدمين سحق الاسعار، مش ضرب نار، ما فيش. يعني انت هتتصل هتاخد الكورس، متابعه، فريق طبي وراك، شحن مجاني، اذا ما عندكش مفر من انت تغير حياتك. حجة خلاص، واحنا في اول الشتاء كمان، تعالوا نهتم من دلوقتي بموضوع السعرات الحراريه وموضوع ان احنا نعلي الحرق في الجسم من اول الشتاء،
هتبصي تلاقي خلاص جسمك خد على كده، عديتي الشتاء كله بامان، كلتوا كل اللي انتوا عايزينه. ده لسه البطاطا المشويه بقى ولصواني البطاطا المشويه مظلومه والله، والبطاطا المقليه. عارفه في الجو او في الناس ليه دايما الناس تقول لك البطاطا المشويه المش مشويه سوري المسلوقه دي تمام، المشويه هي اللي مليانه والله خطر. امال بقى لو تعرفي واحنا بنشويها كمان بنحط عليها سكر. طب انا معاك يا شيف، انا هاكل. انا معاك الحاجات الحلوه دي اللي احنا داخلين عليها بقى، والوسفات الغنيه والنوتيلا بقى، وحطوا بقى شوكولاتات ويوسع بقى. فكل ده يبقى احنا لازم فعلا فعلا نأمن نفسنا مع بدايه الشتاء. النهارده العرض بتاعنا ما شاء الله عليه، الكورس كامل عليه كورس تاني كامل، زائد ان سعره اقتصادي جدا، زائد كمان عندنا عبوتين هانجل الحجم الكبير. كل الكلام الحلو دوت هناخده عن طريق ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه. الشحن مجانا والمتابعه مجانيه على مدار اليوم. يعني اظن يا دكتور العرض اللي هو ايه لامم كل حاجه. احنا فكرنا جامد جدا هنواكب التغيرات الطقس دي ازاي، ما عندناش حل غير الحرق. شوفي انا عماله اتكلم في ايه، بتكلم في الحرق، معدلات الحرق، معدلات الحرق. لو قرينا في كل طريقه اي دكتور في الدنيا علشان تخسي، هينزل لك سعراتك الحراريه، هيحرمك من الاكل اوكي، يا اما هيقول لك روح العبي جيم يعلي معدلات الحرق، ويا اما يروح مديكي ورقه احنا بقى فيها نظام غذائي زل. الفطار كذا زل والغدا كذا والعشاء لا العشاء ايه، ممكن يقول لك مفيش عشاء ما ينفعش، ويجبرك بقى على اقتصاد معين بقى في الحاجات اللي بيشتريها من بره، تنزلي تعملي جروسري معين علشان تمشي معاهم والورقه بتاعته اللي فيها مش عارف ايه. لا مفيش حاجه كده. انا مش شايفه ان البني ادم يكسر اللايف ستايل بتاع الناس ويخش في حياتهم وبيوتهم وظروفهم بالاقتحام ده ويجبرهم على حياه ويدعي ان هي صحيه. لا، الصحه في اني اعمل اللي انا عايزه وانصحك واخلي فاهم ان ده يفيدك وده يفهمك واعلمك، انما ان ابوظ حياتك بطريقتي انا اعلمك اوكي صح، بس بالعافيه بادعاء ان هي الوسيله الوحيده لانقاص الوزن. لا لا طبعا، ربنا خالق مواد حارقه، وانا بتكلم على كلمه السر النهارده المواد الحارقه. الكورس عليه كورس هديه. تمام، احنا دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، استنونا. وفاصل قصير بس اوعى القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل قبل الفاصل على طول كانت معانا ومنورانا النهارده في مطبخ هاله دكتور صفا فتحي، وكنا بنتكلم على بدايه الشتاء وازاي نبتدي من دلوقتي اللي هو ايه نعمل لنفسنا جدار عازل بيننا وبين السمنه. طيب في المقابل احنا عندنا الشتاء كل اكلاته تقيله، ولا حلويات الشتاء بقى يا لهوي كلها يعني سكريات وكلها. انا بحلم بيها من دلوقتي قاعده معاكي متخيله اللي بيحصل. انا متخيله حتى اقل مشروب بنعمله بنحط كميه الهوت شوكليت، ده ما بيفرقنيش. انا واحده من الناس بقول لك ان طول الوقت في الشتاء ما بقدرش اعمل، ببقى مبسوطه جدا وسخن ودافي ولبن ومش سكيمد ما شاء الله بحطه كامل والكريمر ومش عارف ايه، والدنيا تبقى جميله جدا. يا خبر ابيض. وكم مره في اليوم بقى انت بتقولي يا خبر ابيض؟ بس اهم حاجه ان انت مامنه نفسك بالكورسات صح كده. دي اهم حاجه. طيب عرضنا النهارده نقوله تاني عشان لو ما كانش حد معانا ما كانش من الاول. تمام، العرض النهارده عرض جبار سحري ساحق للاسعار. يعني النهارده علشان نقف اجينست السمنه عملنا لكم كورس الحرق المدمر. كورس حرق مدمر للدهون، مدمر للسكر، لزياده الوزن. كورس الكورس عليه كورس هديه. الكورس التاني دوت اللي هو ال 30 يوم التاني دول حاجه من الاثنين انت بتختار، يا تكمل معانا سكه الحرق لاخر الشتاء يا بتثبت وزنك، لان الاولاني جبار انف ان هو ينزل لك كل اللي انت عايزه. في عندنا كمان في الكورس الاولاني ده كبسوله بتنحت، عارفه يا شيف النحته دي بتخليك مش محتاج تنقل كمان على الكورس التاني. يعني كورس عليه كورس هديه واتنين هانجل. ده العرض بتاعنا النهارده. يبقى الكورس الاساسي كورس التخسيس عليه كورس تاني هديه، والكورس التاني ده احنا بنختاره، يا اما بنختار كورس تخسيس تاني اكمل بيه، يعني انا حسيت ان انا بعد الشهر الاولاني عايز انزل تاني فبختار كورس التخسيس، او انا خلاص في الشهر الاولاني نزلت الوزن المناسب خلاص مش عايزه بقى اخس اكتر من كده وراضي عن نفسي كده والدنيا امان معايا، بختار كورس التثبيت يثبت لي الوزن على كده
وبيعليلي جدا معدل الحرق في الجسم. مش بس كده، ده احنا كمان معانا عبوتين هنجل من الحجم الكبير النهارده هديه على الكورسين بتوعنا. مش بس كده، ده احنا كمان عندنا الشحن مجانا والمتابعه مجانيه مع فريق طبي على اعلى مستوى على مدار 24 ساعه، تتصلوا بيهم زي ما انتم عايزين، موجودين بس عشان يردوا عليكم ويدوكم المعلومات الصحيحه ويوصفوا الكورس المناسب. كل الكلام الحلو ده عن طريق التليفونات، ارقام التليفونات اللي موجوده دلوقتي قدامكم على الشاشه او الصفحات على الفيسبوك اللي نزلناها لكم وشفتوا شكلها. بس الاضمن دايما خليكم في المضمون ارقام التليفونات اللي على الشاشه. ويلا من دلوقتي ابتدوا تتصلوا عشان تلحقوا العرض. ادي الصفحات تاني بننزلها اهي، بيترم جلوبال بالعربي وبيترم جلوبال بالانجلش وتخسيس ورشاقه. يبقى كده احنا قلنا العرض كامل على بعضه زائد كمان الصفحات اللي نزلناها على الفيسبوك. بحبك قوي يا شيف. اصل انت شغله بالك، انا غصب عني من وهم الكبسوله من كتر ما هي نفسي افهم فاهم الناس ان ده عرض وحاجه مهمه، ببقى مش عارفه اقدم لكم يا الهدايا ولا مميزات الكبسوله. ببقى تايهه، انت متخيله قد ايه مميزات الكبسوله قدامي. نفسي اقول للناس ان هي بتنحت وبتعلي الحرق وبتقلل سعراتك وبتشيل السكر والجروح هتلم وبشرتك هتتعدل وكرشك هيروح. كل ده عشان مكونات نفسي الكبسوله. نفسي اقول كل ده وخايفه الوقت يخلص، وفي نفس الوقت الشركه عامله عرض جبار، كورس عليه كورس هديه. فسامحيني. لا سامحيني. سامحتك خلاص. سامحيني. سامحني. تقبلته. طيب دلوقتي جالي سؤال بيقول لي يعني انا دلوقتي طول الشتاء عشان ارفع معدلات الحرق بتاعتي او على الاقل ابقى حاسه ان انا رديت ضميري، لازم اقعد اشرب قرفه كتير، اشرب جنزبيل كتير، اللي الناس كلها بتقول ان دول اكتر حاجه بتعلي الحرق. طب احنا دلوقتي بناخد الكورسات هنعمل كده برضو ولا ايه؟ تعالوا لي بقى. اولا هو كمشروب نكهته حلوه، انت حر يعني تضيف القرفه او الجنزبيل زي ما انت عايز في المشروبات بتاعتك، الاثنين على بعض في كوبايه واحده. انما بقى يعني اذا كنت فاكر نفسك هتعتمد على دول هتخس، لا مفيش الموضوع. الكبسوله فيها كل اللي انت عايزه، فيها قرفه وجنزبيل وفيها كركمين وفيها ابل سيدر، فيها خل تفاح وفيها جرين كوفي. جرين كوفي يا جماعه محدش ينساه، القهوه الخضراء سباقه في الحرق في الشتاء مهمه جدا، ووايت تي وجرين تي. المهم ان الكبسوله نمره واحد في الحرق، والشتاء ما ينفعش معاه غير الحرق. صح. علي حرقك بالكورس الجبار اللي متقدم لك 60 يوم هديه. 60 يوم كلهم امان في الجيب، امان في الوزن، 30 عليهم 30، 30 يوم دايت عليهم 30 يوم دايت، ومعاهم اتنين هاند جل وحاجه محترمه وسعر ما فيش بعد كده. وتمام زي ما احنا متفقين على طول ان الشحن مجانا والمتابعه كمان مجانيه. اشكرك يا دكتور. ربنا يخليكي ليا، شرفتيني يا حبيبتي، واشكرك على عروضك الكريمه اللي انت اللي دايما ببسمتك وجمهورك كرمانه دايما. ربنا يكرمك. ربنا يخليكي. اشكركم على متابعتكم الكريمه، ويا رب الحلقه كلها من اولها لاخرها تكون عجبتكم وتكون فادتكم، سواء في الوصفه اللي عملناها او في العروض الحلوه لفيتارم جلوبال اللي كل يوم بتقدم لنا عروض فعلا فعلا احنا محتاجينها في التوقيت المناسب. وكل ده بيبقى وراه عقل مفكر ذكي بجد، اللي هو بيبقى عارف الناس في الفتره دي محتاجه ينزلوا لنا عبوتين النهارده هنجل حجم كبير كلنا محتاجينهم، نزلوا لنا كمان العرض الحارق جدا الكورسات اللي بتعلي الحرق علشان بدايه الشتاء ودخول الشتاء والسكريات الكتير اللي هناخدها في كل سواء اكلنا او المشروبات. فبشكر فيتارم جلوبال على دايما افكارها السديده اللي دايما بتيجي في وقتها، وبشكركم. احنا بنشكرك على وجودك الحلوه قوي دي حبيبتي، ربنا يخليكي. انا بشكرك على وجودك معايا. ميرسي يا شيخ، ربنا يخليك. يا رب يا رب زي ما النهارده اسيبكم على خير، اشوفكم بكره على خير ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. ومن النهارده لبكره هسيبكم في رعايه الله.